أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من هواية الفلك في 10 دقائق. سوف نتحدث في هذه الحلقة عن طرق طلاء مراية التلسكوب بالمادة العاكسة. بعد دراسة مستفيضة لعملية صناعة مرآة التلسكوب، وفي الحلقات السابقة قمنا بمناقشة في 4 حلقات كيفية صناعة مرآة التلسكوب الأولية المقعرة للتلسكوب العاكس. بقى من ذلك هو كيفية طلاء مرآة التلسكوب بالمادة العاكسة. في الوقت الحاضر معظم شركات طلاء مرآة التلسكوب تقوم باستعمال الألمنيوم تغطية وجه مرآة التلسكوب بطبقة خفيفة جدا من الألمنيوم، لكن هذه الطريقة هي طريقة معقدة قد تكون لهواة الفلك، حيث تتطلب استخدام غرف ذات ضغط جوي سالب بالإضافة إلى تبخير الألمنيوم بحرارة عالية بأدوات متخصصة. هذه الطريقة قد لا تتوفر إلا عند الشركات المتخصصة بهذا الموضوع، ولكن قام هواة الفلك بالرجوع لدراسة عملية طلاء وجه المرآة بالفضة، حيث كانت هذه هي الطريقة المستخدمة أول ما ابتدأ الفلكيون طلاء مرآة التلسكوب. ففي عام 1857 قام العالمان كارل أوغست فون ستاينهاو وليون فوكلت بعملية طلاء مرآة التلسكوب بالفضة عن طريق تحميم مرآة التلسكوب ووجهها بالفضة بمواد كيميائية معينة. أما في عام 1930 قام عالمان منفصلان، أحدهما هو ويليام بيكاك، بعملية طلاء مرآة الفضة عن طريقة رش وجه المرآة بالفضة. وقام العالم جون سترونغ في نفس السنة بعملية طلاء مرآة بالألمنيوم باستخدام ألمنيوم النقي بتبخيره بدرجة حرارة عالية جدا في منطقة ضغط منخفض أو إناء أو وعاء ضغط منخفض جدا أو ما يسمى vacuum chamber، حيث تتبخر ذرات الألمنيوم وتعبر في منطقة الفراغ في الغرفة الضغط السالب لتترسب على سطح وجه المرآة. السؤال هو ما هو الفرق بين المرآة المطلية بالفضة مقارنة بالمرآة المطلية بالألمنيوم؟ بين عملية طلاء المرآة بالألمنيوم مقارنة بالفضة، فإن الألمنيوم يدوم على وجه المرآة لمدة 2 سنين مقارنة بالفضة التي تدوم فقط لسنة واحدة قبل الاحتياج لعملية طلائها مرة ثانية بالفضة. الألمنيوم يقوم بعكس ما يقارب 89% من الضياء، أما الفضة فتعكس 98% من الضياء. طلاء الألمنيوم قد يكون مكلفا خاصة للمرايا الكبيرة التي يزداد حجمها عن 12 إنش، أما الفضة فهي عملية رخيصة نسبيا مقارنة بالألمنيوم في المرايا الكبيرة التي تزيد عن 12 إنش. هذا هو مقال لأوريغان سكوب وورك جروب، مجموعة فلكية في أوريغان لهواة فلك، قاموا بطلاء مرآة تلسكوبهم بالفضة بعملية الرش. ممكن زيارة هذا الموقع، سوف ألحق رابطه، للتعرف على تفاصيل عملية رش المرآة بالفضة والتي سوف نتطرق إليها بصورة مبسطة في هذا الفيديو. مصادر المجموعة الفلكية في أوريغون هي Chemical Spray Silvering by Bruce Armstrong Optical Science Center, University of Arizona. موجود المقال لمن حب شراء المقال من موقع جامعة أريزونا. أيضا جامعة أريزونا مقال ثاني Spray Silver for Optics Shop. يلحق أيضا هذا الموقع رابطا لموقع إلكتروني يقوم ببيع جميع الأدوات والمواد الكيميائية المطلوبة لعملية رش المرآة بالفضة، موقع Angel Gilding. نشرت صحيفة Sky and Telescope في عددها الصادر في جانوري 2019 مقالا عن عملية رش مرايا التلسكوب بالفضة كعملية مستخدمة من قبل هواة الفلك، حيث أن هواة الفلك الذين لديهم مرايا كبيرة عندما احتاجوا أن يعيدوا طلاء مراياهم الكبيرة بالألمنيوم، فإن الشركات المتخصصة قد طلبت سعرا باهظا لهذه العملية، فقد وجدوا أن طلاء المرايا بالفضة باستخدام أدوات متوفرة ممكن الحصول عليها وممكن القيام بالعملية في المنزل
بكلفة بسيطة. نأخذ فكرة أولا عن طريقة طلاء المرايا باستخدام الألمنيوم وهي الطريقة المكلفة والتي تقوم شركات متخصصة بها. على سبيل المثال يقوم ويلي كورتس بشرح هذه العملية على اليوتيوب، سوف ألحق الرابط. حيث يقوم في البداية وهي نفس الطريقة عند القيام بعملية صيانة مرايا التلسكوب، ففي البداية عند الرغبة بإعادة طلاء المرآة يجب إزالة الطلاء السابق، حيث يتم استخدام مادة كيميائية فرك كلورايد المادة الحمراء بطلائها على سطح المرآة بعد غسل المرآة بصورة جيدة، وترك المادة الكيميائية لتقوم بالتخلص من مادة الفضة أو من مادة الألمنيوم، حيث تأخذ هذه العملية بين 2 إلى 3 ساعات، وقد تأخذ يوم كامل اعتمادا على عمر المرآة. إذا كان عمرها أطول سوف تحتاج إلى وقت أكثر للتخلص من مادة الفضة أو مادة الألمنيوم. بعد ذلك نرى أن المادة الكيميائية قد قامت بعملها بإزالة المادة العكسة من الفضة أو من الألمنيوم بعد مرور وقت من الزمن، ثم يستخدم الهاوي مادة البيكنج باودر لمعادلة مادة الفرك كلورايد، ثم يتم غسل سطح المرآة بالماء جيدا للتخلص من المواد الكيميائية. ثم بعد ذلك وضع المرآة في غرفة ضغط سالب، وأن الضغط السالب الذي يحتاج الهاوي لاستخدامه للقيام بعملية تبخير الألمنيوم هو 0.01 مليمتر ميركوري. مقابل المرآة في داخل غرفة الضغط السالب يتم استخدام كويلات أو أسلاك حرارية يتم تسخينها بقوة 10,000 فولت لتتوهج لتقوم بتبخير أسلاك من الألمنيوم النقي التي يتم وضعها فوق الكويل، حيث تأخذ عدة ثواني لكي تتبخر باستعمال الحرارة الناتجة من الفولتية العالية. تأخذ العملية كلها بقرابة 50 دقيقة. يتم وضع هذه الأسلاك من الألمنيوم فوق التنجستن واير بحيث أنها تقابل سطح المرآة مباشرة لكي يتم انتقال ذرات الألمنيوم بصورة مباشرة إلى سطح المرآة. انتهاء من العملية فإن سطح المرآة سوف يكون قد تغطى بطبقة خفيفة جدا من الألمنيوم يقدر سمكها ب1/10 مايكرون ثيكنس. توجد هنالك العديد من المقالات في الإنترنت تشرح عملية تبخير الألمنيوم في منطقة ضغط سالب للحصول على طبقة خفيفة من الألمنيوم فوق سطح المرآة. هذا على سبيل المثال هو رابط لموقع إلكتروني يشرح بالتفصيل هذه العملية، فألحق هذا الرابط لكم حتى تستطيعون من قراءته. نأتي الآن إلى عملية طلاء المرآة في المنزل باستعمال محلول الفضة وهي الطريقة الأسهل والأرخص. يمكنكم زيارة هذا الموقع الإلكتروني للتعرف على تفاصيل العملية بصورة دقيقة. سوف نتطرق إلى الخطوات بصورة مبسطة. الخطوة الأولى هو بعد إزالة السطح العاكس من المرآة القديمة أو عند استخدام مرآة جديدة يجب تنظيف سطح المرآة بصورة جيدة باستخدام مسحوق كالسيوم كربونيت أو مسحوق التالكم باودر أو نفس مسحوق البودرة الذي يباع في الصيدليات، وباستعمال الماء وقطنة يتم تنظيف السطح جيدا ثم غسله بالماء بإمالة سطح المرآة بصورة 30 درجة، ثم تغسل بالماء، ويتم إعادة هذه العملية عدة مرات إلى أن تنظف سطح المرآة بصورة كاملة. أيضا التركيز على حوافي المرآة في عملية التنظيف لكي لا تنتقل ذرات الغبار والمواد الشوائب إلى سطح المرآة من حافة المرآة. يجب أيضا تنظيف السطح الجانبي للمرآة بصورة جيدة وكاملة بنفس الطريقة. أن عملية تنظيف المرآة من الشوائب هي أهم عملية في عملية طلاء المرآة بالفضة، حيث إذا كان سطح المرآة غير نظيفا فإن ذلك سوف يؤدي إلى ترسب ذرات الفضة بصورة غير دقيقة وغير منتظمة، ويؤدي إلى تولد سطح عاكس غير مناسب. معرفة إذا كان سطح المرآة قد تم تنظيفه بصورة جيدة فيتم اختبار ذلك بالنظر بزاوية 30 درجة على سطح المرآة، تأكد من أن الماء فوق سطح المرآة يكون الصفيحة رقيقة واحدة من غير فراغات، فلو وجد أي فراغ في هذه الصفيحة المائية الخفيفة فيدل ذلك أن هنالك مواد شائبة لم يتم تنظيفها بصورة جيدة. الخطوة التالية هو تغطية سطح المرآة برشها بمحلول tin based sensitizing solution
محلول من القصدير عادة هو تين كلورايد كلوريد القصدير. يقوم هذا المحلول بجعل سطح المرآة متحسسا للالتصاق بذرات الفضة التي سوف يتم رشها لاحقا. ثم يقوم الهواة باستخدام المحلول الثاني وهو محلول الفضة برشه بصورة متناسقة ومتجانسة، وهو عادة يتكون من قنينتين منفصلتين، القنينة الأولى تحتوي على محلول سيلفر نايتريت والقنينة الثانية تحتوي على محلول أمونيوم هيدروكسيد. يلاحظ أن عملية رش كل هذه المواد الكيميائية يتطلب منطقة ذات تهوية جيدة ولبس الكمامات الكيميائية المتخصصة وحماية للعين، حيث أن هذه المواد الكيميائية مضرة بصحة الإنسان وقد تسبب تسمما إذا تم التعامل معها بصورة غير حذرة. خذ تحول سطح المرأة إلى سطح عاكس بعد ثواني قليلة من رش المحلولين مع بعض على سطح المرأة بصورة متجانسة. يقوم الهواة برش المحلول عدة مرات للتأكد من تساوي وتجانس المحلول على سطح المرأة. كذلك يقوم الهواة بغسل سطح المرأة بمحلول الماء المقطر من مادة الفضة الزائدة. ثم يقوم الهواة بتغطية سطح المرأة المطلية بصورة حديثة بمادة التارنش أو الوارنيش الخفيفة لحمايتها من التآكل. يقوم الهواة بعد ذلك بغسل مادة الوارنيش أو التارنش الزائدة بالماء المقطر. ثم يقومون بتجفيف سطح المرآة باستخدام الهير دراير أو المجففة، ممكن استخدام الاير بلاور أيضا. عملية التنظيف تحتاج على الأقل 3 إلى 5 مرات لإعادة عملية التنظيف، بداية بطلاء المرآة. السنسيتايزيشن أو محلول القصدير يتم تركه عادة لمدة 30 ثانية بصورة أفقية، ثم يتم غسله بالماء بزاوية 30 درجة الماء المقطر. محلول الفضة يتم رشه كل مرة لمدة 10 ثواني ويتم إعادة العملية ل5 مرات، ثم غسله بالماء المقطر بزاوية 30 درجة. محلول الوارنيش أو التارنش يتم وضعه على سطح المرآة لمدة 5 دقائق، ثم يتم غسله بالماء المقطر بزاوية 30 درجة. من الجدير بالذكر أن عملية إعادة طلاء المرآة بمادة الفضة قد يتطلب إعادة طلائها كل سنة، وذلك لأن الفضة بالإمكان أن تتآكل بصورة سريعة. من العوامل المؤثرة على ذلك هو ذرات الغبار، ذرات اللعاب، الحشرات، كل ذلك يؤدي إلى تآكل الفضة. الحاجة إلى طلاء المرآة بصورة متكررة كل سنة. شكرا لمتابعتكم لهذه الحلقة، وسوف نقوم في حلقات قادمة بعملية صناعة مرآة تلسكوب عاكس من المواد الأولية بصورة عملية لكي يتشارك جميع الفائدة، وبالإمكان الحصول على المطلوبة لعملية صناعة المرآة بصورة محلية محلات الزجاج. أيضا المواد الكيميائية لطلاء المرايا ممكن الحصول عليها أيضا محليا من محلات صناعة المرايا.